فاطمة تجو كبير اليوم في تكريم خاص لك موقع ساكسين بونيتك أفضل لعبة للنادي الصفاقسي في موسم 2015. الحمد لله يا ربي، جو عجبني برشا، غون ميرسي للجمهور اللي حبني واللي أنا نحبه برشا، والحمد لله يا ربي أنا من الباسكيت هذايا شنو حبيت اللي نخرج منه كونه جمهوري يحب فاطمة زقروبة، يحب فاطمة زقروبة كجواز، يحب فاطمة زقروبة كبيرسون. الحمد لله يا ربي اللي حبيته وصلت له، والتصويت هذايا بالنسبة لي هو الحصاد اللي ربحته أنا. ترايا العدسة، أنت اليوم جيت المنافسة الثالثة، شنو رأيك في المنافسة بينك وبين فاطمة زقروبة؟ والله أنا بالنسبة لي فما حتى منافسة، بالعكس فاطمة زقروبة هذيك أختي وملي احنا صغار مع بعضنا والكل، نفرح لها برشا، رانا فرد جمعية وجمعية كبيرة كما النادي الرياضي الصفاقسي، دونك نقول لها فيليستاسيون. الجمهور رشحها هي كما عبارة رشحني أنا ولا رشح زميلتي سوار خليفة. ستاسيون فاطمة زقروبة. اختارك الجمهور لعبة رقم 2 في عام 2015 كأفضل أداء، كيفاش تقيم مردودك العام هذا؟ والله أول حاجة مشكورة موقع ساكسين بوانيت، فكرة ممتازة وبادرة طيبة يعطيهم الصحة. تشوف اليوم أجواء تبارك الله ممتازة على الآخر، تم تكريم التروا جواز أنا وثريا وزاك. كما قلت أنت في الموسم الفارط الحمد لله معناها الجمهور عرف اسم سوار خليفه، الحمد لله هذا جراس ليزونترونور اللي عاطين فيا كونفيونس، جراس لاصحابي اللي يلعبوا معايا مردود معناها معروفه السله كره السله ستاف غافاي كولكتيف، فهمت؟ ان شاء الله ديما متالقين، ان شاء الله ديما النادي الرياضي الصفاقسي وخاصه كره السله مشرفه النادي ان شاء الله. انا ياسر تيك توك، شنو رايك في فاطمه زقروبه في كلمه؟ والله فاطمة زقروبة مانيش انا باش نحكي عليها، العباد الكل تعرفها، انا شخصيا اللي انا هي الليدر نتاعي ونحبها برشا، وان شاء الله الواحد يوصل للنيفو نتاعها في كل شيء، في اخلاق، في باسكيت، ما عندي ما نقول فيها، ربي معاها وربي يفضلها ان شاء الله. هي فاطمة زقروبة ما تنجمش تكون في كلمة برك، أما هي منعرفش الكبيرة متاعنا، تعاوننا تعاون الصغار والكبار، ما نجموش نقولوا فيها كلمة برك، خاطر هي كل شيء ديجا في ليكيب. فاطمة زقروبة is one the best player of this year. How you describe her performance with your team? We know that Zach all these years present the CSS and all the CSS must be very proud. Zach is one player with 100% discipline, with 100% sport player, and outside of the court and inside of the court, I think that it's the best player, not only inside the court. I wish for Zagrupa to be healthy. I wish for Zagrupa to have one good more year, and for the team, all the team and CSS, always the best. والله بصفة عامة المردود متاع فاطمة ديما متميز، لكن كراو سنة 2015 معناها بالغوندمون هذية، مع انها نجم نقولوا من اكبر اللاعبات، ولكن الروندمون نتاعها ما يعطيش العمر نتاعها، هذا يكون ان شاء الله حافز للبنات الصغار وانهم يكون تكون هي قدوه لهم، وان شاء الله طونك هي مازال عندها روندمون، انا راه العمر ماهوش هو اللي يقيم الجوار، وان شاء الله يا ربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله. اول حاجه نشكروا ساكسيان بونيت ومرحبا بكم في الاكاديميه النادي الرياضي الصفاقسي، وانتم كنتوا ديما تتبعوا فينا حتى في الكوب دافريك اللي صارت عم ناول، نقول لكم بارك الله فيكم، وراكم شفتوا ديما الحمد لله احنا اول اكاديميه في تونس، والحمد لله انه كيب كبيره قاعده تعمل في الشيء هذا، وقاعدين تشوفوا صغيرات وترحاب اللي هي سي اس اس كانت تكون ديما هي اللي تفرع الصفاقسيه الكل، الحمد لله كي نفرحوا في الصغيرات زاده، وهذا مجهود الناس الكل كما سي ناصر كما البريزيدون دو كلوب سي لوتشي عبد الناظر وجميع الاطارات اللي وفروا لنا قاعة كما هكا، وان شاء الله ديما في المستقبل، وان شاء الله سي اس اس ديما خير، وشيء هذا زاد خدمنا فيه كما تو كرمتوا فاطمه زقروبه وكرمتوا سوار وثريا، هذا الاقبال نتاع الصغيرات خاطر يعرفوا شنو سي اس اس باسكيت في تونس كامله، والاخلاق والديسبلين لجميع الفتيات واللاعبات
والحمد لله هذاك هو الشيء اللي قاعد يخلينا ديما القدام، وبارك الله فيكم.